فرمي برسياري ليه كان لباري ما حيضه باش ابوهم برسياريان كله رسول الله صلى الله عليه وسلم كياو برسيارك الكردو جمي كردو بو معلومات دا شو او تيدي بي غمري خلاص صلى الله عليه وسلم بو افرد ام خويني بي هادي مانغانا كبالغه به لبروي يهوديا كان انود افرد كتوشي سوري مانغانا بيتر بيسا يهوديا كان وانود انود بيسا بوي هر رحم هل جيران وجل لا اوان وهات يسواني ك كاري فيلمي بدر وشتي وسيكس وانا كان هم يرحمي انا الجيران وجه هل لا اوان وهات بو بوي وخينا نمني او هلكو هلك دانا نمني هم نالبونا نمني لبرو بو جا هرشي واكا او افرتا او خيني نمني هم الى الان يهود وهات چونکه آن زور قیز لو آفرتا کنو که او خیونه پیا حل سردمی رسول الله و عبون صلی اللہ علیہ وسلم افرمه که او آفرتا و ایلی هاو جیان لگل جیا کردو جوریان لگل جیا کردو خواردنیان لگل جیا کردو دسیان بردسی ناک و خواردنی دسیان ناکوار حتی پاگ نبوید و خوی نشورده بگلاویان ازان او یهوده ایسا ما فی آفرت فروشیتو بمنوتو او یهوده او الله جل جلاله فرمه او چیه لآفرتانا گلاویه پی سی انا افرمه اذن أذى دو معناه هي كان علماء فرمون قذر يجي كشان فرمون عنة على النساء أزال نارحت يبوش يهردو كشي تي أخوي صوري ما قال هم خوينك بونينا أخوش أو بيس أبو أفرت هذه وهم أفرتكش زون أزاري بيك عن زون نارحت بي بوي الله نم أذايا كلي رأيات ودو توجيهي تي أبو بياو لو كانت إخوانا نزيكي ناكوي بجيماع چي نامنا سرجي نامنا چي جي اقريتو عطف وصوز وحنان جي اقريتو چونك او ازاريه بيسي ببيعك بيقريت اخوي باشا هربو يدلون زانا كان يجي الله نافرد لكاتي سوري مانغانا حالي زور تيقا چيو هرمونيه غوري ونارحتا بيو بيسي بويا كبيا ومراعاتيك قرآن جاماشي بو داو و اگر تو کو پیاو حقیقتی آفرت نازانی دسیم ابروبلای من پیاو موت هن مو بن بپیاوی باشه حقیقتی بزانه بزانه حکمیه متیه و بجزانه حالی او چونه لوکاتا بوی تو نازیب کیشی او آزاری لبیر بری تو نکتو ببی با آزاری زیاتر بسریو باشه حکم اگر پیاو پرسیاری لکر دو با پیاو یجرونه کرده تو لمعاتا بوی پیاو مراعاتي هردو لانكي وافرتبك لو كاتاك توشي صوري مانغانا يا ابن هلو كاتا حالي تيجا تشلو انا كو مالك سبكا تو بدلنا بالتحمل كي بوش بيعي ويبزانيا وشتيك اخوال سري نسيو بدس خوينيا اي لو كاتاك اشتك اخوال سري نسيو خوالي ناقري نيجي لسر لا ابا تو بو توزي زختي لسر كم ناقي تو بتوزي هاو كاري ناقي بو تو زنا زيناك يا شي خوا نويجي لسر لا ابا بو خواتي خوي تكليفي لسر لا ابا تو بو هر تكليفه من لسري هر زختي ليك تو دا خوازي ليك تو رق لي بيو عزيت يا كي هذا ركي كم ناقي تو هذا ركي زيات ركي تو يا بو براسي اياتك التوجيه بو جرينجيدان بهر دولا انك فاعتزل النساء في المحيض لو جي قاوي خويني ليه ايوا شي بكن دور كونه بس كوي بزوجي جاي خويني لي و ميمونة فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتك اتشوي لا اجنا كاني وانا لسوري مانغانا ابون ازاري انا بس شتيك انا بس لا اجنوتا ناوك يعني دا بوشي يتر رسول الله صلى الله عليه وسلم سرجي لبوشي ولا قلا كردن نزيك انا كولا كاتي لجاي خوينا كو اما جواب يك بوبو يهود كبقلاو يعني زاني ناتو اتواني تشجي خوش هر ورغري لو افرتا بلا مويا نكي لشويني او خيانو نزيكي بكيوي طاو لبيو ولا تقربوهن حتى يطهرن اي تاكي نزيكي انكوون تا او كاتي باك ابنو فاذا تطهرن كباك بونو وخويا انشورد فاتوهن من حيث امركم الله او اختيو نزيكي امكوون لو جيقاوي كالله فرماني بيكردون يعني او جيقاوي كمنالي ليدروس به نقو جيقاوي ك بابلين بيسايلي يتدرو منال اللي دروز نابه
بويا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي لعن الله من أتى امرأة حائضة أو أتى امرأة من دبورها. الله جل جلاله لعنتي كردوا لو بياوي أشيت لا أفرتيك لجيجاي حيضك ولو كاتاك خويني هي ولا شويني خوينك هي وجماعي لقلك لعنتي لك كردوا ولو بياوشي كلكم وشيت لا أفرت هذا كان لعنتي لك كردوا طلاقيناك بس لعنتي لك كردوا كل داري خوانا طلاقيك وانية هرقسة حكم شرعيش بآيات وحديث لا مزري بقسة أمو أودانا مزري لهردو حالتك طلاقي ناك بس لعنتي الله يقريته في ستو ببكا لحالتي حيضك اقر تشيت لاي ابيك فارتي جبا شنا يا نيو دينار هي آلتون نيو ديناري آلتون هذا ميتر خود بروب زان نيو ديناري آلتون يوسا شنا يكي كبدو على بازار ابي وانا كفارتك يبدي بفقير هجار عندك العلماء لان كفارتي هرنية بلام رأي اوان ضعيفة جمهورة لان كفارتي هي لبري ابن عباس حديث اجارته ولا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم كهر بيها يتشوه لا يفرتي لكاتي حيضاء بي نيو دينار كفارتي شون لا كيبدا اما او احكام انا بكلو آتي اوين الله يحب التوابين ايوي لو بيش هلاي كردو لان بابتا بو نمونا وكو يهودية كاني كردو بقسي واني كردو افرتي بقلاو زاني ودر كوتو تولي ابي توبابك أو إلى كاتي حيضات شو تلاي أو جبت توببك أو إلى دواءات شو تلاي أو جبت توببك أو كاتك توبيك الخواب الرودجار شيء اللي ديته ولا لا الخواب الرودجار موقفي شو نبي الله جل جلاله خوشي ويحب المتطهرين وأواني يتطهرون من ذنوبهم لا تعاون كان يعني خوان باكنه الله جل جلاله خوشي أما آياتي أنا.